من اكتر الحاجات اللي لقيتني الايام اللي فاتت هي نكران الجميل بصراحه. يعني نكران الجميل ده شفته السنه دي بطريقه واضحه قوي. ازاي الكلام ده؟ استاذ رضا الفاروق ربنا يوفقه ويسعده ويحفظه ويكرمه، عمل شغل جبار ما شاء الله، شغل مجهود يعني عظيم بصراحه يعني. ومراجعات اليوتيوب نزلها مجانا حتى لكل الطلبه، يعني مش عاملها بفلوس حتى، فيعني حاجه عظمه جدا بصراحه. يعني انا اصلا عمري ما شفت مراجعه بالشكل ده بصراحه يعني، وانا يعني دي شهاده مني يعني بصراحه. افضل مراجعه للغه العربيه شفتها لحد دلوقتي بتاعت استاذ رضا بصراحه يعني. تغلى فيها كل المدرسين ما شاء الله. فبعد كل التعب ده يا راجل عامل حلقه واحده 7 ساعات، عامل حلقات كتير، ساعات كتير جدا يعني، مثلا مجموعه ممكن يبقى 20 ساعه 30 ساعه مثلا. بعد كل ده الاقي هاشتاج مش عارف، الناس بتشتم استاذ رضا الفاروق، وعاملين حمله ابلاغات ريبورت على القناه عنده، وعاملين يشتموه في التعليقات. طب ليه يا جماعه بجد؟ نفسي افهم. قالوا ايه؟ لا الامتحان ما جاش حاجه من المراجعه يعني. معلش يعني شخص بيقول ده شخص جاهل، شخص اللي بيقول حاجه زي كده شخص جاهل. ليه الكلام ده؟ الامتحان يا جماعه مش حفظه، مش حفظ. ايام زمان كان هو منهج كده بصمجيه، بتحفظه بتخش ترجعه في الامتحان، ده مؤاخذه انا اسف. انما السنه دي الامتحان غير خالص، السنه دي كله فهم. فالامتحان عباره عن ايه؟ المراجعه بتبقى عباره عن مراجعه المنهج كله عموما بس كده. والامتحان مش هيجي لك بالنص سؤال جه في المراجعه، طبيعي يا جماعه جاي بالنص ازاي؟ ولا مدرس المدرسين جاي منه سؤال بالنص، ممكن تيجي تضرب كده حظ مثلا سؤال ولا اتنين، انما مفيش اسئله بتيجي بالنص. المنهج كله عباره عن فهم. فالراجل علمك ازاي تراجع كويس. الشخص اللي استفاد المراجعه دي هو شخص كان مذاكر طول السنه واجتهد وجا راجع. انما الناس اللي بدات قبلها بيوم او بيومين وفي الاخر داخل الامتحان ما لقيتش حاجه، طبيعي يا حاج، ما انت نايم طول السنه معلش يعني. فيا جماعه معلش انا يعني انا جيت طالع اقول الكلام ده، يعني طالع اقول لاستاذ رضا يعني يا ريت حضرتك تكمل وتستمر وماكش دعوه بكلام الناس يعني. حتى استاذ رضا قفل التعليقات على على القناه عنده تقريبا من كتر الشتايم. الناس كانت بتشتم بطريقه بشعه يعني، وعاملين حمله ابلاغ وحمله ديسلايك على القناه. ليه يا جماعه كده يعني؟ الراجل وقف وتعب معاك واجتهد وعمل اللي عليه، وفي الاخر ده يعني ده رد الجميل يعني؟ يعني مش فاهم والله انا بجد يعني، مش فاهم او اتخضيت ساعتها. ونفس الكلام حصل معايا وحصل مع كل المدرسين تقريبا يعني. ده واحد داخل يشتمني بالام والاب، انت ايه اللي انت ضيعتونا؟ ضيعتونا ايه يا عم الحاج؟ او ايه اللي حصل؟ استاذ دخل وتعب وعمل عليه واجتهد وعمل كتب وحل معاك وراجع، في الاخر جاي تتهمه؟ امتحان جه صعب، ماشي جه صعب خلاص يعني، خلاص كده يعني المدرس هو اللي غلطان؟ مش غلطان. فانا يا جماعه بصراحه مستغرب بجد من النكران الجميل بصراحه. ودي طبيعه البشر يعني في الغالب، مش كل الناس طبعا يعني، لكن للاسف في ناس كتير قوي هم طلعوا كتير للاسف بينكروا الجميل يعني. عموما انا طالع اقول يعني شكرا استاذ رضا، كمل في طريقك يعني، انت ابونا واخونا الكبير يعني والله. والله في عون العبد يعني، مكان العبد في عون اخيه. وانت نزلت المراجعه حتى مجانا لكل الناس، ناس كتير قوي استفادت يعني. في ناس كتير قوي بتكلمني ما كانواش يعرفوا حاجه في العربي او مستواهم كان ضعيف، بالمراجعات بقوا اقوياء ما شاء الله يعني. المراجعه كانت جميله جدا بجد يعني. فاحب اشكر عن نفسي استاذ رضا الفاروق قناه اللواء التعليميه. واحب اقول للناس الكارهه او الناس الحاقده يعني، موتوا بغيظكم يعني. موتوا ايه؟ موتوا بغيظكم. الناس في الغالب ناس حقوده وناس الحسد مولع قلبها، او في ناس كده للاسف ما بتحبش الخير لحد يعني، ربنا يهديهم يعني. بس فده كل اللي كنت عايز اقوله. استاذ رضا ربنا يوفقك استاذ رضا ويحفظك ويديك عدي نيتك ان شاء الله ويوفقك يعني. بس كده، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام.